بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الملكة الفقهية. في هذا الدرس إن شاء الله سنواصل الحديث حول النكاح، المسائل المتعلقة به، وكان هناك بعض الأسئلة المعلقة ونستمع الإجابة عليها من أبي معاذ. تفضل يا شيخ. السؤال الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. صلة القرابة بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، لأن المؤلف قال من صفات الزوجة قريبة، فهل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج القريبة أم البعيدة؟ نأخذ لمحة عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. طيب، نبدأ بالقريبة. هو تزوج خديجة أولا، ثم عائشة، ثم حفصة، ثم زينب بنت خزيمة. هؤلاء كلهم ليسوا من الأقرباء. جميل. ثم زينب بنت جحش، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، هي القريبة. إيه، التي أمها أميمة بنت عبد المطلب، وهي من العمات التي توفيت ولم تسلم، إن عمات النبي صلى الله عليه وسلم التي أسلم منها صفية واختلف في أروى، أما البقيات لم تسلم، فهذه أميمة لم تسلم. ثم تزوج أم حبيبة وهي ليست من القريبات، فزوجها عم، لا، فزوجها عم النبي، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو لهب زوج أم حبيبة. لا. ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، وسفيان بن حرب أخت أم جميل، أي؟ التي زوجها عم النبي أبو لهب. بس هذا ما يؤثر. طيب، ما يؤثر. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة. يعني كون عمتك أخذت عمتي، يعني ما صح كذا هي؟ إيه، يعني الآن أم حبيبة وسفيان أخت أم جميل. إيه، ما يضر. ما له أثر. طيب، ثم الباقيات ليس لها أثر. كذلك تزوج أم سلمة بنت، وهي يعني أم سلمة بنت عم أبي جهل، ويخطي بعض الناس يظن أن أبي جهل من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كذلك، بل يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، تقريبا الجد السادس. بعيد يعني. ثم تزوج ميمونة، وأختها أم الفضل بنت الحارث، واسمها لبابة، مع عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو العباس، يعني العباس بن عبد المطلب يعتبر يعني هذه يعتبر هذا بعد آخر ممكن نسأله. هل قضية أنه تكثير المصاهرة هل يؤثر؟ لأنهم هم يتكلمون عن قطيعة الرحم تعليل، لكنه ما ذكروا قضية أني أنا إذا صاهرت ما أصاهر كما يصاهر أخي، معنى قد تؤثر في قطيعة الرحم عند الطلاق، لكنه ما تؤثر في العلة الأولى اللي هي إيش؟ أن أولادها أنجب كما يقولون. يمكن العلة الثانية اللي هي قضية تأثير على قطيعة الرحم، هل لها أثر؟ يعني أنه يكون هو عمه العباس متصاهرين يعني. أي. طيب، ثم تزوج صفية وهي ليست قريبة، ثم تزوج جويرية. يعني القريبة زينب فقط. أي نعم، زينب بنت جحش. طيب، وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، زينب فكانت مع العاص، أبي العاص، أي أبي العاص بن الربيع، وأخت خديجة، وهو أبو العاص ابن خالد زينب. ابن خالد زينب، يعني أبو يعني الآن أبو العاص بن الربيع ابن خالد زينب، إذا في قرابة. طيب، رقية تزوجت عتبة من أبي لهب، عقد عليها فقط. أي عقد عليها، ثم أمرها أبوه أن يطلقها فطلقها، ودعا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ابن عم كان. إيه، ابن عم. كذلك أم كلثوم، ثم تزوجها بعده عثمان رضي الله عنه. إيه؟ وسيأتي بعد قليل قرابة عثمان. ثم تزوج أم كلثوم كذلك عتيبة بن أبي لهب أخوه الثاني، ابن عم، يعتبر يعني الآن رقية وأم كلثوم كلاهما تزوجت بنات عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدهم كذلك تزوج كلاهما عثمان.
عثمان أمه أروى بنت كريز، وأمها أم أمه يعني جدته من الأم البيضاء بنت عبد المطلب، وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأم عثمان بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أم عثمان، يعني أم عثمان جدته من الأم تكون عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أم عثمان ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. هذا يتعلق بسؤالك الشيخ علي، يستابط القريب. هل نشوف الآن؟ طيب، وفاطمة تزوجت علي رضي الله عنه وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نلاحظ الآن كلا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج القريب أكثر من البعيد. إيه؟ يعني يبقى لا، يعني كلهم أقرباء، كلهم كل البنات. إذا أدخلنا عثمان يبقى أن الذي تزوج بهن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهن بعيد. أي نعم، أكثرهن من البعيدات. يبقى سؤال آخر طرح الشيخ علي، هو قضية ضابط القرب. شو وجدت فيها يا شيخ؟ ما وجدت، يعني بحثت في كتب مذهب فكثير منها ما ذكرت ضابط معين للأجنبية، لكن قد يستفاد من قولهم أنه يؤدي لقطعة الرحم ضابط صلة الرحم، وقد عبروا في مواضع أخرى بالضابط، ما قالوا القربة هم نجد الرابع من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هذا لم يذكروه، لم يذكروه فيما اطلعت عليه في ضابط القريبة، في ضابط الأجنبية ما هي، يذكرون أنها أنجب، ويذكرون أثر لا تضوى، وأثر ويذكرون قضية قطيعة الرحم، هذه الثلاث أشياء وتواردوا على نقل. ولا حددوا معنى القريبة، وأنت تقول ولا حددوا معنى الحد اللي فيه، تقول يعني ممكن نخرجها على ما ذكروه في صلة الرحم، في صلة الرحم، لأنهم قالوا أنه لكي لا يعني لا تؤثر على الرحم قطيعة عندما يقع الطلاق ونحو ذلك. والرحم المطلوب إلى جد الرابع مثل بنو هاشم. جيد، تخرج جيد. إذن يكون عثمان على هذا الضابط في مشكل، يكون عثمان يعني مثل أبي العاص بن الربيع و علي رضي الله عن الجميع، كلهم أقرباء. طبعا نحن نتكلم عن قرابات لي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. خلونا نتأكد من عثمان، يمكن نبعد عن الرابع. ايه صحيح. حبيبة رملة كتبت الجد الثالث والسلام، لكن عليك من لا تبعد عن هاشم، تستخرج عن هاشم، صح انه بعده على طول. أموية هي قصدك؟ رملة بنت أبي سفيان. ايش أموية؟ إيه، لا هاي هذا خرج معك. عبشمية ليست هاشمية، خرجت ما في إشكال، هذه خرجت إذا على الضابط، هذا خرجت لنحدك. لكن إذا أخذنا نحن في بالنسبة للزوج نحن نأخذ الآن سنقارن أم كلثوم وعثمان، لازم نرتفع، يعني سنتوقف عند عبد المطلب. في مشكلة علي شيخ، لا علي قريب، يعني هذا الظروف في الإشكال. لا 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 لا، حتى عثمان الآن، لأن إذا أردنا القرابة عثمان وأم كلثوم، ستكون أم كلثوم إلى عبد المطلب، صح؟ إلى عبد المطلب نرتفع واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هاشم، فإلى عبد المطلب. عبد المطلب هو جد الرابع. أي نعم. طيب إذن يلتقون أيضا، ستكون قريبة. هذا مشكلة، لأنها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقون. شيخ أنا ودي أعرف من أول من أشار إلى هذا الأجنبية، الخرقي ما وجدت له شيء، بعدين عاد ضعت، يعني وجدت أن أكثرهم ذكروا بعدها، لك ما أعرف ما لا لا، قضية ترى الأجنبية قديم عند العرب يتكلمون عنها. أي نعم، قديم يتكلمون عن الأجنبية ويفضلونها، فليس مستغربا، لكن فعلا متى دخل. طيب سؤال آخر، ولعل أيضا جزاه الله خير أبو معاذ تكفل به، وهو صفات أخرى غير ما ذكره الحجاوي. ذكر كذلك يختار الجميلة الحنابلة. أي. طبعا الجميلة ذكرها، ذكرها البهوتي، ذكرها البهوتي زين. كذلك يختار الحسيبة، حسيبة أن تتزوج امرأة فانظر إلى نسبها، أي حسبها لتنجب ولدا، والحسيبة هي النسيبة، هي طيبة الأصل، لا بنت زنا ولا لقيط. طيب ويختار ذات عقل،
ويجتنب الحمقاء لأنها ربما تعدي ذلك إلى ولدها. وقال ابن الجوزي هنا في ملمح طيب: ومن ابتلي بالهوى فأراد التزوج فليجتهد في نكاح التي ابتلي بها إن صح ذلك وجاز، وإلا فليتخير ما يظنه مثلها. فيها في الحديث في ملمح جميل هذا عند الحنابلة، يعني شفته تزوج الودود الولود، الودود يعني ما تكلموا عنها وإن كانت يعني بالحديث الولود تكلموا عنها، لكن الودود يعني لو كانت مثلا زوجة ودود تعتبر من الشروط من الصفات ما أشار إليها. نعم بارك. يعني تقول أن الحنابلة يقولون الآن تزوج من يحب، بس الغريب ليس في من يحب، غريب النقطة الثانية بعد من يحب. إيه؟ هذا ما غريب. هذا نقل ثاني عن ابن الجوزي أيضا، لعلك تقرأ أيضا إيش قال ابن الجوزي في الثاني. قال كذلك في موضع آخر: قال ابن الجوزي يتخير ما يليق بمقصده ولا يحتاج أن يذكر له ما يصلحه للمحبة من بيت معروف بالدين والقناعة. ذكر حتى البيت، لكن لا، النقل الأول عن ابن الجوزي اللي هو تكلم عن مثل من يحب. اي نعم، إذا لم يجد أن يحب إن صح ذلك، وإلا فليتخير ما يظن مثلها. مثلها أي مثل من يحب. مثل من يحب فقهاء لطيفين. مظلومين عندنا في الفقه. طيب الآن أحكام الخطبة، تكلم عن أحكام الخطبة، خطبة النكاح. المؤلف ايش تكلم فيه عندما يعني بحث هذا الموضوع؟ تكلم عن ماذا؟ كم مسألة؟ النظر للمخطوبة، خطبة المعتدة تعريضا أو تصريحا، خطبة عموما، خطبة المعتدة. الحق المسائل، أيوة هذه عادة عند الفقهاء، المسائل في غير مضانها أن يكون بأشبه ما يكون. أيضا أحكام النظر عموما ذكرها هنا، وأحكام النظر تذكر يعني، أو أحكام العورة عموما تذكر في موضعين: في الصلاة وفي النكاح. طيب ثم بس انتهت الخطبة على الخطبة. ذكر المحرم وقابل خلوة، أي أحكام الخلوة، لكن أنا ذكر الخطبة على الخطبة، ثم بعد ذلك ذكر مسنونات في العقد، ثم ذكر مسنونات في العقد. وهذه لعل المحت سابقا قضية الباب الأول أو ما يذكر بعد الكتاب، كتاب النكاح، تجد أنه ما يعنون إلا بباب معين، أو تجد أن مسائل أحيانا متداخلة كثيرة، وهذه أحيانا تنسى وتضيع. الباب اللي بعده تتكلم عن فصل في الأركان، شروط العيوب، لكن هذا غير معنون، غير معنون، وهذه كثير في صنيع الفقهاء وإن لم يكن كل الفقهاء. طيب الآن الأولى اللي هي النظر للمخطوبة، النظر للمخطوبة، قال عن النظر للمخطوبة ماذا؟ يباح ولا يسن؟ يباح. وش دليلهم؟ فإن قدر أن يرى منها انظر إليها، أي فليفعل انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. يعني ملمح الأصحاب عندما قالوا يباح، مع أن الأحاديث ظاهرها إيش؟ استحباب، بل أنه الأمر، يعني الأمر، الأمر سيكون للوجوب، فإن لم يكن للوجوب فأقل ما يكون للاستحباب، صح ولا لا؟ لكنهم هنا أمر ومع ذلك جعلوه للإباحة، وهذه الإباحة يعني قد يقال إنها أمر بعد حظر، فيكون لماذا؟ للإباحة. أنا سألتكم قبل الدرس أحضرت الإنصاف، فوين معكم النسخ؟ الآن صاحب الإنصاف ما الذي رجحه؟ ما الذي رجحه مذهبا؟ وما الذي رجحه؟ هل في شيء جديد في الإنصاف؟ لو الشيخ تفضل هنا يا شيخ، بس عشان يكون
طب عطنا الأصفر. وجدتها؟ ماذا ذكر؟ قولين شيخ. أيوة. أو روايتين في المذهب، ثم قال روايتين؟ لا ما أشار إلى، قال يجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر، هذا المذهب أعني أنه يباح، جزم به في كذا وكذا، ثم وقيل يستحب له النظر، قلت وهو الصواب. قال الزركشي وجعله ابن عقيل وابن الجوزي مستحبا وهو ظاهر الحديث. جعله مستحبا وهو ظاهر الحديث. نعم. ثم ذكر بعد ذلك قلت ويتعين تقييد ذلك بمن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته إلى نكاحها. وقاله ابن رجب في تعليق على المحرر ذكر عنه في القواعد الأصولية، قلت وهو كما قال وهو مراد الإمام والأصحاب قطعا. طيب عفوا، الآن ترجيح صاحب الإنصاف أنه يسن يستحب له، ترجيحك مذهبا؟ المذهب أنه يجوز. شوف ما لاحظت شيء الآن، الكتاب هذا في الراجح من خلاف دخل المذهب صح؟ صحيح. ماذا رجح؟ قال هذا المذهب أنه يجوز. هذا المذهب يجوز، قطع فيه. ثم بعد ذلك، ذكر قيل يستحب له النظر. نعم. ورجح هذا، قلت وهو الصواب. قلت وهو الصواب. هل وش الصواب؟ هل المرداوي يرجح خارج المذهب؟ يرجح دليلا يظهر هذا وبين المذهب هو بجماعة قطعا. هذه معتادة. طيب بس هذه بيلها وقت، أخاف تأخذ وقت الدرس، وهذه تفيدكم لو يعني تكرمت وراجعتها في البيت. ايش رايكم نقرأ المقدمة عشان ما تأخذ وقتنا اليوم، ونطبق معايير المرداوي؟ ألم يذكر معايير للترجيح؟ المرداوي همه في الكتاب الترجيح، كتاب ترجيح شغله الشاغل الترجيح. أيوة في المقدمة ماذا قال؟ وأيضا حتى ترجيح في المذهب هل طبق معاييره هنا؟ طيب عشان ما تأخذ وقتنا لأنها تطول مقدمته يبغى لها وقت، خلوها واجب، واجب رجالي ونساء، لا تخافي. معايير في المسألة هذه شيخ؟ إيه. أيضا هل له عادة أن يرجح خارج المذهب؟ يقول هو المذهب ويقطع فيه ثم يقول الراجح. اليوم تأخرنا في البداية فصعب أن نأخذ التمرين هذا في التفصيل، فخلنا نأخذه ساعدونا فيه شوي، ونعتذر من الإخوة اللي يتابعونا عبر الشبكة فما تأخرنا بملكنا أو بملكنا. إيه؟ هل طبق معاييره في الترجيح هنا؟ طيب الآن في الخطبة يقول المؤلف ويباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته. إيش يباح؟
ركزوا معي في هذا شوي، إيش اللي يباح؟ النظر لإيش؟ إلى ما يظهر غالبا، إلى ما يظهر غالبا. طب ما الذي يظهر غالبا؟ هو طبعا ما ترك، كمل، قال البهوتي قال كوجه ورقبة ويد. هل هذه اللي تظهر غالبا؟ مما يظهر. طيب ما الذي يظهر غالبا خلاف ما ذكر البهوتي؟ الشعر، يعني الرأس. طيب الشعر، ها؟ أيوة، هذا السؤال الثاني، هذا سؤالي الآن. لأن حدد دوري، تقول وش بقي غير كذا غالبا؟ وش حددك؟ أعطونا إياها. وجه ورقبة ويد وقدم، صح؟ طيب نرفع شوي، شو بيبي، وين بنوصل؟ في الحين وجه ورقبة، نبروح للشعر ورا، صح؟ والساق نرفع للذراع شوي، ولا نرفع للساق قليلا، صح ولا؟ إذا قلت تمثيل، هذا اللي بقي إضافي، صح؟ عد أو في أماكن ثانية محت، لكن الآن إذن الآن هو يظهر غالبا، صح؟ طب روح لي للمسألة اللي بعدها. رأس وذات محرم يباح ذلك، حطوا كتلة، صح؟ ثم قال ورأس وساق، يعني كأنه ذلك السابق يختلف عن هذا، يعني هذه لا يظهر غالبا. هذا ليس من ذلك، يعني ذلك المقصود بها ما يظهر غالبا، أو ذلك هي كوجه وكذا، أو ممثل به. طيب يعني إذن ك ليست للتمثيل حاصرة، ليس بالضرورة، لكن ايش بقي؟ عطني مثال غيرها. النحر فقط. نعم مثلا، هو النحر من الرقبة ما يدخل، أدري. طيب أنا أريد قبل الروايات، طيب خلونا ناخذ سؤال آخر يمكن يحل الإشكال أكثر. ما الذي يظهر غالبا؟ وهل يريدون يظهر غالبا عندهم قائمة فيما يظهر غالبا، أم ردوا ذلك للعرف؟ واضح السؤال؟ عندما قالوا ما يظهر غالبا، ماشي؟ يعني غالب الناس أو النساء، عادة النساء أو كذا إلى آخر، هل هم الآن في هذه العبارة يردون إلى الأعراف، أو هم أصلا عندهم قائمة معينة هذه ما تظهر غالبا وبس؟ واضح السؤال؟ أي الأمرين يريدون؟ يعني عندهم قائمة، لا عرف، يعني مثلا شيخ ناصر الآن العرف المستقيم طبعا، يعني قابل للاختلاف، يعني لو شيء بسيط، يعني ممكن أنه في بلد معين عرفهم شيء معين، وفي بلد آخر ها عرف آخر، هل هذا ما يريد الأصحاب؟ طيب الآن وضح الإشكالين في الربط بين القضيتين. الآن الحمد لله معنى الإنصاف، معنى اليوم معنى الإنصاف، خلينا نشتغل عليه أكثر. إذن حاولوا تجاوبوني على السؤال، وضح السؤالين. هل 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 غالبا أصلا عندهم قائمة معينة، ولا عادة الناس؟ ما يرون أن تقول أنت مثلا الشعر والشعر وكذا ما يدخل هنا على يعني وجه يعني الرواية هنا، أما الرواية الثانية
العرف يعني. طب العرف هو اللي ذكره المؤلف أن تقول. طبعا المؤلف ما ذكر الرواية اللي قدمها في المقنع. المؤلف ما اختار ما قدمه في المقنع، ليس كذلك؟ حجاوي أخذ الرواية الأخرى. الآن هل الرواية دي الرواية الأخرى في المذهب غالبا هل هي يعني عرفا؟ ما هي بعرفا. شلون طب غالبا؟ غالبا غالب من؟ ايش مرادهم؟ وبعدين إذا ما كان عرفا ليش قال كاء ومثل وبعدين جاء في الأخرى في ذات المحرم قال ما يباح نظر ذلك وقدم وساق أو عفوا ورأس وساق؟ هل على الرواية هذه في المذهب لا يجوز للخاطب النظر للشعر؟ طب الشعر ما يظهر غالبا؟ يعني غالبا لا غير مراده، يعني كأنه جاب التعليل وترك الأصل المسألة، يعني كأن في راسه قائمة معينة قال لأنها هي التي تظهر غالبا. هكذا هو كذا يريد غالب عصر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصره؟ هو يتكلم عن عصره. يعني هل غالبا هذه كأنها كان التعليل فألغي التي قبلها وترك التعليل؟ ولن يختلف الغالب. طب وش رأيكم تقرأون في الإنصاف؟ يعني ما لها فائدة غالبا. إيه هذا تعليل بس، أراد قائمة محددة، وذلك خلاف الروايات كلها كل اللي يزود كذا واللي يزود كذا، ونفس الشيء في موضوع المناط. طب طب إحنا ليش نتكلم في يعني بدون شبكة نمسكها؟ يعني خلونا نشوف الإنصاف. أنا فرحان اليوم عندي 4 نسخ الإنصاف. ها؟ ممتاز. أنا اليوم وأنا جاي تحسرت، قلت فاتت علي في بالي أنكم تجيبون الإنصاف، بس الحمد لله ما شاء الله عليكم. أنا سأل ما الذي يقصدون؟ هذا سؤالي، ما عندي شيء أنا. طبعاً لا يقصدون أنه غالباً أمام الناس، لأنه هنا قطعاً قطعاً لا يقصدون أمام الناس. إيه يعني يريد غالباً أمام المحارم في المنزل. طيب ليش قال لي بعدين مباح؟ هل يظهر غالباً أمام المرأة؟ لا. يظهر غالباً أمام من؟ أمام محارمها. أمام محارمها ليش في المحارم زود؟ طب غالبا وين يظهر؟ غالبا وين؟ ها عند من؟ يكون من المحارم عند من؟ إيه عند من؟ عند من؟ عند هو إيش عندك خيارات؟ ذات محرم أو ذو محرم؟ امرأة مثلها؟ امرأة مثلها ما يمكن، ما يجي على على رأيهم، ما ترك ما تجي. ذات المحرم طب ليش زاد في ذات المحرم؟ أيوة ابحث، أنا وديكم تأخذون وقتكم شوي كذا 3 دقائق كذا اقرأوها. لا 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 عندهم عندهم شيء هم كاتبينها نص. الشيخ كم نسخة الإنصاف عندكم؟ 2. طب لو تقرأ يا شيخ عشان متعب الجوال شوي على الشيخ، متعب الجوال على الشيخ.
طال هناك عندهم ما يا شيخ علي شيخ محمد ها جاهزين يلا من يبدأ من سيبدأ في جزئية جواب على شتى يعني من الأمر طب تفضل شيخ في هذا العقد فيما يتصل بما ذكره صاحب الروض قال ويباح له نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم إيه؟ ثم قال بعد ذلك ويباح نظر ذلك ورأس وساق من أمة وذات محرم إيه؟ هنا في يعني صاحب الإنصاف أثناء ذكره الأحكام ما ينظر إليه من الأمة قال وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساق من الأمة المستامة يعني له النظر إلى ما يظهر غالبا يعني هنا قال ما يظهر غالبا وهناك قال ما يظهر غالبا والفرق بينهما والله أعلم أنه هنا ما يظهر غالبا من الأمة وذاك ما يظهر غالبا من الحرة أيوة عند النظر إليها وين النظر إليها؟ عند النظر إليها في هذا الحال أي حال؟ حال الخطبة حال الخطبة هم ينتظرونكم الناس ما في يظهر غالبا هم ينتظرونك يظهر أنه يقصد أنه هذا له أحكام خاصة أن هناك حالة عرفية أنه إذا تنظر المرأة ممن يريد خطبتها ممن يريد خطبتها فإنه ينظر إلى ما عينه وليس ما يظهر غالبا من المرأة مطلقا لأنه ذات المحرم ذكر لها أحكام خاصة المشكلة النظر في الخطبة محدد شرعي أنت اللي تحدده الآن هم ينتظرونك أو تقول ما يبحث عنه الخاطب في الغالب ينظر يختلفون هو يظهر أنه لا يريد به ما يظهر غالبا من المرأة عند محارمها لا يريد هذا لا يريد لا يريده لأنه قال طب يظهر غالبا أين هذا السؤال يعني أنت كذا تقول عبارته لا تشمل الشعر عبارته في الحقيقة غير دالة لا تشمل الشعر يعني غير دالة بمجردها لم يحل إلى حالة أخرى شبيهة لم يلحقها لا يوجد الحق ترى عبارة هذه بسألكم سؤال عبارة منبتة يعني سبق قلم من فقيه ولا زلت لسان ولا متتابع عليها الأصحاب لا ها يعني ما هي بتراها زلت قدم يا شيخ لا أدري يعني عبارة عبارة تتابعوا عليها يريدون شيئا صح يحتمل انه غالبا حتى لما ها طيب وجدت شيئا محدد ها وش اللي هو الوجه والرقبه واليد والقدم ثم هم بعضهم يضيف في أقوال أخرى بعضهم يضيف الشعر يعني الرأس وكذا في الإشكال يعني ما حد قال إنه ما يظهر غالبا هو الرأس وهو كذا وكذا طيب لنجيب اسم أي كذا وكذا إذا كان ما بعد كا يعني كان التشبيه مشمول بما قبله يكون التشبيه مختلف سيارة فيها طب كا هذه نفسها عند الإنصاف نفسها في المبدأ نفسها في الكتب الثانية ولا تمثيل البهوت جت كذا من عنده نفسه يا شيخ ما تغيرت ها عند من هذا تمثيل مين هذا في الإنصاف الإنصاف وقالوا هو المذهب التمثيل حتى هو المذهب عادة التمثيل يذكر أن المذهب يمثل بكذا
أنا سألكم سؤال، سبق أشياء كثيرة خاصة مرجعها للعرف ولا العادة ولا شيء، هل عادة المرجاوي يمثل ويقول هذا المذهب؟ يمثل للمذهب؟ ها؟ طيب الشرح الكبير تعرض لها؟ الشرح الكبير؟ ما لا يظهر. طيب هذا في ذات المحارم، شلون ذات المحارم ما يظهر غالبا، مخطوبة ما يظهر غالبا، وش يظهر غالبا؟ طيب وش قال عن اللي قبل القول الأول في المخطوبة؟ قال فأما ما يظهر غالبا سوى الوجه في المخطوبة ففيه روايتان، لا يباح لأنه عورة، والثاني له النظر إلى ذلك. ومثل بناء على أنه سوى الوجه والكفين. ما مثل؟ فأما ما يظهر غالبا سوى الوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك مما تظهر المرأة في منزلها. هل هذا يمكن نأخذه من صاحب الشرح الكبير؟ يعني ما يظهر غالبا لا على سبيل الوجوب الحرم، لكن على سبيل الاحتياج في اللباس. هل يمكن نأخذ ذلك؟ أعد العبارة من أولها بالشرح الكبير. قال فأما ما يظهر غالبا سوى الوجه. هذا من وين قال؟ هذا في فصل ولا خلاف بين أهل العلم في بحث نظر إلى وجهها لأنه محاسن وجه، يبدو في النظر إلى المخطوبة. أيوة. فأما ما يظهر غالبا سوى الوجه كالكفين والقدمين ونحو ذلك مما تظهره المرأة في منزلها ففيه روايتان، لا يباح وله النظر. هنا في إضافة مما تظهره المرأة، هذا المعيار؟ يعني الفقهاء، أرجع السؤال، الفقهاء قالوا غالبا عندهم قائمة ولا أرجعوها قال ما يظهر في منزلها وانتهينا؟ عندهم قائمة شيء، هذا الذي ظهر. نعم عندهم قائمة. لماذا بدل هذا الإشكال؟ ثم اختلفوا مثل ما ذكر الشيخ ناصر في البداية، ثم اختلفوا في تحديد القائمة ولكن ما أوكلوها للعرف. لاحظتوا؟ وإن كانوا يعبدون غالبا لكنهم يتكلمون عن غالب شيء معين، هل هو غالب وقت النبي صلى الله عليه وسلم، غالب في الأعراب المعتادة. ومن الأشياء التي المهم أن نفهمها عند قراءة الكتب الفقهية المطولة أو حتى المختصرة أن الأعراف لم تكن تتحرك كثيرا، ما كانت تتحرك كثيرا، يعني نشهده الآن في السرعة سرعة غير مسبوقة، فالأعراف ما تتحرك كثيرا. لو وقع إشكال في اختلاف العرف ولا كذا قد يقع بعد طبقة أو طبقتين أو ثلاث، ليس الإشكال مثل الإشكال الموجود الآن. بل إن هذا العصر نفسه، يعني السنين هذه عندما يتكلم من يهتم بالتاريخ الاجتماعي أو التغيرات الاجتماعية يضع مقارنة مثلا بين حقبة الانترنت والتغير الموجودة فيها، أو حقبة مثلا التلفاز، أو الحقبة اللي قبلها السينما أو غيرها اللي كانت تؤثر، لا الفرق كثير. الفرق والتغير السريع وكذا، فلا بد أن نلحظ ذلك. هذه النقطة الأولى، أن التغير العرفي أو الاجتماعي سابقا لم يكن سريعا، لم يكن سريعا. النقطة الثانية لابد نلحظها أيضا في المدونات الفقهية، أنه يعني خصوصا مع غلق باب الاجتهاد ثم المبالغة في غلقه ثم أيضا ظهور، لا أقول يعني ما أقول الكل، لكن ظهور الضعف الفقهي في الاستنباط والاستقلال في قرون متأخرة، ولا أقول الكل، أيضا هذا أثر. فأصبح بعض الفقهاء أو بعض القرون يغلب عليها أنه يعالجون مشكلة موجودة في الكتب السابقة،
هذه النقطة، ولا يلزم أن تكون محددة في هذه الجزئية في مسألة النظر المخطوبة، لكن من يقرأ في المدونات الفقهية لابد أن يلحظ هذه الملامح، لابد أن يلحظ هذه الملامح. وهذه كثير جميل، مو ما يلزم، وأنا لا أستطيع أجزم، خلي دعوني أفكر يعني بصوت عالي الذي ظهر لي، خصوصا يعني المؤلفين، وهذه اللي علي كنت يعني أتكلم فيه أنا وبعض الزملاء قبل، أنا أقول مما ينقصنا في تاريخ الفقه أيضا تاريخ الاستقلال الفقهي، يعني عند العلماء عندما نتكلم عن طبقات، نتكلم عن طبقات يعني هي مقبولة في الجملة، نقول طبقة المتوسطين، طبقة المتقدمين، طبقة المتوسطين، طبقة المتأخرين، وقد يذكر بعض السمات هذه، هذه مقبولة في الجملة، لكن يعني كأن عجلة تاريخ الفقه توقفت، كأن عجلة تاريخ الفقه توقفت بسبب كم تأليف يعني سير عليها، ما صار في بعدها تجديد حقيقي في الكتابة في تاريخ الفقه، ولهذا يعني أنا أرفع صوتي مطالبة بالكتابة مرة أخرى في تاريخ الفقه، سواء في الدراسات الأكاديمية أو حتى في الدراسات غير الأكاديمية، يعني ونبتعد عن القوالب التي وضعت قوالب معينة، وبدأ الكتابة الفقهية اللاحقة يعني قد تخرج قليلا أو تمثل فقط، يعني تمثل على ما كتب، لكن لأنه في قولبة معينة، لكن في وهذا اللي أريد ذكره في تاريخ الفقه، يعني أتمنى أن يكون عندي خريطة للعلماء، علماء المذهب، ها، ومدى استقلال فلان واستقلاله إيش في الترجيح، استقلاله في التمثيل والتأليف والبعد، استقلاله مثلا في يعني مثلا إيراد الإشكال، يعني بعض الفقهاء مثلا جيد في إيراد الإشكالات والمبادرة لحلها والآخر لا. فالشجرة هذه اللي أريدها، يعني مو معقول نقول متوسطين، يعني أذكر واحد يقول لي ما عليش تعال الحين، الآن فرق المرداوي، يمكن أحدكم قالها لي، فرق المرداوي عن البرهان بن مفلح سنة في الوفاة 884-885، يعني كيف صار المرداوي وضعته متأخر وهذا وضعته متقدم؟ صحيح أن الإشكال هذا يقال دوما لابد من فاصل، والفاصل لا يكون ظاهرا، وأصلا العلاء المرداوي تلميذ للبرهان حتى وإن كان بينهم سنة، لكن الكلام في محله، نعم لا يمكن يعني مثلا يعني في بعض من يوجد في طبقة المتوسطين هو أشبه بكتابات المتأخرين، وفي بعض من هو في طبقة المتأخرين كتاباته فيها شبه بكتابات المتوسطين. فالخريطة هذه اللي أتمناها في المذاهب، أتمنى أن يعني ينشط لها بعض الباحثين يكتبها، أرجع وأقول إن المدونات الفقهية لا يلزم أنها تعالج عصرها، خاصة عند المتأخرين، يعني لا أستطيع أن أقول مثلا إن البهوتي يعالج القضايا المصرية في بداية القرن الحادي عشر إلى منتصفه، نولد 1050، يعني ما أستطيع أن أقول أنه يعالج هذه في مصر، لا أستطيع، لكن أستطيع أن أقول أنه كان الموفق يعالج إلى حد كبير. فحتى الاستقلال والقوة مثلا في تظهر في قد تظهر في شيء ولا تظهر في شيء آخر، قد تظهر في هذا العلم أنه في استقلال نوعا ما في الترجيح، لكنه ما استقل قلمه في الكتابة. وحتى يكون الملمح واضح، تلاحظون عندما تقرؤون في المدونات أنه واضح القلم ماشي على طريقة معينة، اللي هي الطريقة اللي العقل الباطن اللي يكتب فيها، اللي اعتادها لأنه ينقل من مصادر، صح؟ صح ولا؟ تجد هؤلاء واضحة جدا أنه خرج، لأنه جاب شيء من عصره، واضحة. ما تلاحظون في كذا الفروع تقفز لكم قفز في بعض هذه المدونات، إنه وأن تقرأ فعلا خرج العالم عن الكتابة اللي اعتادها
وجاب مثال من عصره أو جاب قضية من عصره، وخاصة يعني كثير منها تكون قضية تشعر أن المؤلف كانت مؤرقته هذه القضية، ولا يعني عنده فيها شيء، عنده بحث فيها، إما كانت مشكلة اجتماعية أو صار فيها نقاش أو غيره أو غيره أو غيره إلى آخره. بس أنه ما تجد يعني، ولهذا لا تستطيع أن تجزم من هذه أمثلته لأمثلة عصره لأنه هي، ولا تلومه. ليش؟ التغير الاجتماعي مو بكثير، تغير اجتماعي ما يلزم أن يكون كبير، وهو اعتاد على، وكانت خاصة منقبة. لو تقرأ في مطالب أولي النهوان، كم مطالب أولي النهوان؟ كم عشر؟ ما بدأت الحضارة تظهر؟ وينها؟ تجد في أمثلة، نعم تجدها، لكن عندما تقرأ ذلك المثال تشعر أن المؤلف كأنه وضع القلم وأخذ قلم آخر يكتب فيه. تجد فيه، ما أقول لا تجد، لكن يلحظ. أين أجد مشكلات عصره؟ غالبا أنا أتكلم الآن ما عندي فيها تحرير، وأنا في هذا الدرس عموما بس أطلع يعني أجعل يعني أشغلكم وأشغل رؤوسكم في قضايا أتفكر فيها الصوت مسموع، أتمنى أنه يأتيني صدى للصوت ورأيتكم. يعني أقول غالبا قد تكون إذا لم يكن مستقلا في الكتابة في الحواشي، لأن أصلا فكرة الحواشي أشعر أنها انطلقت يعني رغبة في نوع من التحرر من القيد. أيوة، يعلق على ما يشاء ويترك ما يشاء. إذن وأيضا طريقة الكتابة تكون كما يشاء، وقد يدخل مسائل ويبحثها وكذا وكذا فيأخذ. والأمر الثاني في الفتاوى، أي لأن الفتاوى تأتي سؤال المستفتي هو الذي قادك، صح؟ المستفتي هو الذي قاد العالم، أما في التأليف العالم هو الذي قاد القارئ. هذا بس يعني ما أجزم ترى كل الكلام اللي ذكرته دقيق 100%، لكن هذه ملامح جت في بالي وأنا نقرأ الآن، أتمنى أن تكون دقيقة وأتمنى أن تكون تفتح مجال للنقاش. إن كان عندكم في أحد في ملمح عند أحد منكم شيخ، ما شاء الله عليكم كل واحد منكم مستقلا. تفضل شيخ علي، بس اللاقطة عشان يستفيدوا الناس. شيخ، الطريقة المعينة اللي يسير فيها مثلا متن معين أو شيء، تجد أن من يتبع هذه الطريقة إما شرحا أو كذا أو تعليقا أو إلى آخره، يمكن هذه سبب من أسباب عدم خروجه عن المعتاد، بل أنه إذا خرج قد ينتقد عليه، مثل ما حصل في إكمال المجموع يعني لما جاب التأمين وما التأمين، يعني حسوا الناس فيه نوعا ما يعني ما هي بطريقة معتادة، لأنه معتاد على طريقة معينة في التبويب وكذا، صح؟ قد يكون هذا يعني صح صحيح. هذه نقطة جيد. طيب ناخذ اللي يختمنا اليوم، أود أن طولنا عليكم قبل ما نبدأ. طيب في النظر قال مرارا، صح؟ حدد المرجع لمن؟ يعني هو يرجع لذلك. طيب والمرأة؟ مرارا أو أصلا المرأة ما حرم عليها أساسا؟ طيب أنا طب خلينا نختم بقضيتين سريعة لأن أخذنا وقتكم بسبب التأخر. ذكرت قضية كنت أريد أتكلم عنها، جيد أني أحطها واجب بعد ذكرني. يقول أخ وش اللي بتعطينا إياه واجب أختم فيها الآن؟ يقول بلا شهوة، كيف أحدد أول شيء وش الشهوة؟ معلش السؤال ما يكون بس، لكن عندما يقول الفقهاء الشهوة وش مر تردد بالنظر. طيب كيف يحكم الإنسان على نفسه أنه يتردد؟ هو يقول لا، هي كان مرارا، كيف يميزها؟
يعني يقول لك مثلا انظر بشرط ألا تقع في الحرام، إذا وقعت في الحرام انتهيت، أو أنه إذا بدأ يتلذذ يتوقف. كيف تضبطون عليه؟ إذا دخل في الحرام يتوقف، أو يقال لا انتبه لا تكن بشيء. طيب أنا كيف أضبط نفسي؟ ما أدري، تهجم على الإنسان. طيب كيف تضبط؟ قد يكون ما يدعوه إلى نكاحها جلب شهوة. أنت ستنظر إلى أحسن ما فيها. يعني هل تقول له انظر بشرط ألا تقع في الحرام؟ فإذا وقعت في الحرام كان حرام عليك تنظر. وش المقصود بالوقوع في الحرام؟ الشهوة. هو أصلا إذا الشهوة أولها بدأها ليس حرام. ثم يتوقف. نعم ثم يتوقف. يعني أنت تقول انظر حتى تقع في الحرام لا، أو تقول أول الشهوة ليس حراما. يعني عندما التلذذ الأولي جائز، الله ودي ذي أغلق التلذذ الأولي جائز تقول يعني. نعم وفاء لأنه لم يشعر بنفسه تأملوا ما يحتاج خطية كثير، تأملوها. طيب السؤال اللي أريد أسألكم الآن، تلحظون أنا مرت بنا الآن أكثر من مرة، أنا قلت ودي أخرها لكن قلت الآن جاء وقتها. خلوكم معي كم مرة مر بنا أمر، كم أمر حتى الآن مر بنا أمر نبوي في الأحاديث؟ أول واحد، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، صح؟ طيب غيره فليفعل في ايش؟ في النظر. كم امر في النظر فليفعل انظر اليها فلينظر. جميل. طيب في حديث أخرى، تزوجوا، صح؟ هل قالوا إن الزواج بالودود الولود واجب؟ يعني هل أحد يقول إن زواج العقيم، قد تعرف المرأة أنها عقيم، أو أنها يعرف أنها ليست، يعني لم يعرف في عائلتهم أنهم يعني عندهم القدرة على الإنجاب عليه، هل معنى ذلك يحرم؟ أيضا هل لا بكرا، قد تقول هل لا يعني حظ، مع أنه حتى على طول يعني جابر ما فهم الأمر. أيضا قال رجعوا بسرعة الروض معكم، شو ما طاب لكم من نفسها فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، رجع يعني ما في خيارات أصلا. لكن ليش ما قالوا فانكحوا أصلا أمر يجب عليك أن تنكح؟ ليش ما قيل فانكحوا ما طاب؟ أصله أمر يعني لازم تتزوج. في أشياء أخرى؟ لا 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 لا، تونا ماشيين في الأسرة، في الأسرة. إيش بعد أوامر؟ تنكح المرأة لأربع، لا آخر شيء قال إيش؟ صيغة أمر. اضفر صيغة أمر ليست صيغة أمر. باقي تجدون كثير. سؤالي، ما تلاحظون أن الفقهاء أصلا ما يتعبون أنفسهم في صوارف هنا؟ ما تلاحظون أنهم تعبوا أنفسهم في البحث عن صارف؟ من العادات،
ليست عادة في عادة هنا؟ فالأصل ليش جعلته أصلا مستحب مع أنه أوامر فليتزوج انكحوا وش الصوارف؟ يعني ذهبت إلى صوارف هل تستطيع أن تقول الأصل أنه غير واجب كما قالوا في الأداب في الأوامر في النكاح هل تستطيع أن تقول ذلك؟ ما تلاحظ أن الفقهاء حتى لو جيتوا ترى مية قضية فقط أنه أمر بعد إباحة فليفعل انظر إليها ما يكون قضية إرشاد أمر للإرشاد لأنه قضية إباحة هل الفقهاء تكلموا عن يعني قضية الأوامر أو النواهي في كتاب النكاح ما وزنها ليش تكلموا في الأداب؟ كلها في قرائن لا نكاح نفي فيه ما في أمر صيغة أمر مجرد أنا أريد صيغة الأمر المجرد افعل أريد افعل ولا ليفعل ونحوها طب ليش هناك راحوا قالوا وفي حديث عائشة كحوا باطل 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 جابوها ما اكتفوا انه لا نكاح هل يمكن هذا اختم فيه هل يمكن ان نخرج بقاعدة في قضية او في مسألة الاوامر التي في النكاح هل يمكن ان نقول إن أوامر كثيرة إنما هي من قبيل الإرشاد أيضا كيف نفرق في كتاب النكاح بين القضية المجتمعية الآن قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك صح الفقهاء ما توقفوا عند هذه طيب هذه قلنا هلا تحضير استحباب لكن ما توقفوا عند ذلك مثلا لو رأيت مثلا ما ذكره الحجاء في الإقناع ولا في غيره قال ما إلا أن تكون الثيب أصلح له صح إذا ما أخذوا الإطلاق البكر حتى المستحبات يرجعونها مثلا مصالح وشيء اجتماعي وشيء كذا وش إيه كيف نفرز كيف نفرز واضح هل في رؤية معينة للأوامر ونقول إنها الأصل فيها للإرشاد أو ليست للإرشاد أو كذا أيا كانت الرؤية أيضا كيف نفرز بين ما يعني مثلا القضية المجتمعية اللي كان ينصح بها اللي يسمونه الأمر للإرشاد وأن هذا راجع للشيء المجتمعي أو للشيء الشخصي مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم أو للشخص الذي يعني أمر بذلك والأمر لم يكن وجوبا إنما إرشاد أو غير ذلك كيف نفرز واضح السؤالان الآن عندي سؤالان واضحان ها هل هذا للتشريع خلاص هذا يشمل كل شخص وكل بيئة وكل زمن هل يمكن عندي ضابط انه ضابط طب هذان سؤالان
أتمنى أنه واضح. السؤال الأول: هل للأوامر صيغة الأمر المجرد في باب النكاح خصوصية معينة؟ كما لاحظنا هنا كثير منها صرفت عن الوجوب ولم يؤخذ بوجوبها، ونلحظ أيضا مو بس قضية أنه صرفت، نلحظ قضية أخرى وأنتم الآن بينكم مطولات، إن الفقهاء ما أجهدوا أنفسهم في البحث عن صوارف، يعني فكأنهم يستندون إلى مسلمات. والأمر الثاني: كيف نعزل القضايا التشريعية والقضايا اللي هي راجعة بحسب الأشخاص والأحوال؟ إيه؟ طبعا أتمنى أيضا خلال إجابة السؤالين، هل في أحد من العلماء له كلام في هذا المجال أم لا؟ طيب، شكر الله لكم، صلى الله وسلم عليكم.